للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن سهيل الشاعر. سهيل، أهلا بك. ما هو قانون الإسلاموفوبيا الذي أقره الكونغرس، وأيضا على ماذا يترتب بعد هذا الإقرار؟ نعم، هذا القانون يشرع إنشاء منصب مبعوث خاص في الخارجية الأمريكية مسؤول عن مكافحة ومراقبة مناهضة ومعاداة الإسلام حول العالم وتقديم تقارير للخارجية الأمريكية تتخذ بناء عليه الخارجية الأمريكية والولايات المتحدة قرارا ب يعني توقيع عقوبات على الدول والجهات التي تمارس هذا النوع من المعاداة للإسلام. وهذا القانون جاء بموافقة 219 عضوا مقابل رفض 212 عضوا جميعهم من الجمهوريين. وخلال جولة الجدال حول تمرير هذا القانون، قال النائب الجمهوري سكوت بيري أن هذا القانون صدر عن نائبة معادية للسامية وتنتمي لجماعة جهادية، وكان ذلك مصدر سخط كبير داخل مجلس النواب الأمريكي حين كانت تتم مداولة هذا القانون. جدير بالذكر أن أساس هذا القانون جاء بعد ما قالته النائبة الجمهورية لورين بيوبرت، حيث ذكرت في أكثر من مناسبة أنها كانت تتجنب الصعود إلى المصعد مع إلهان عمر خشية من أن تفجر إلهان عمر نفسها خلال وجودهما معا في المصعد. هذا هي المسحة التي كانت تقولها بوبرت، وكانت هناك مطالبات بإجراءات تأديبية ضدها من قبل الجمهوريين، ولكن الجمهوريين رفضوا اتخاذ أي إجراء ضد بيوبرت عندما قالت هذا الكلام. وهذا شجع بيوبرت أن تخرج مرة ثانية وتقول أن إلهان عمر ورشيدة طليب العضوتين المسلمتين في مجلس النواب الأمريكي هما امرأتان شريرتان وأنهما يمتلكان قلبا أسودا، وبالتالي كانت هناك أيضا يعني تشجيع على مثل هذا القول. وبالتالي خرجت إلهان عمر بتقديم مطالبة لوضع مبعوث لمكافحة معاداة المسلمين ومناهضة المسلمين حول العالم، وتم تمرير هذا القانون، والآن سوف ينتقل هذا القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يعني قد يواجه هناك معركة كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمريره، ولكن في حال تم تمريره سوف يتم تعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة معاداة المسلمين حول العالم. سهيل الشاعر مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك.